كان اذا مر بشوارع المدينة تنحى له الناس، واحيانا كان يطلع الى الحج، لان هو كان يصر على ان يطلع الى الحج ماشيا على قدمه، كان عنده اصرار. حج 25 حجة ماشي والنجائب تقاد بين يديه، حتى لا يتهم بان مثلا انما يمشي لهدف. يقولهم لا، هاي النجائب موجودة، لو اردت ان اركب لركبت، خليها الى جنب، قد يركب عليها واحد واقع مثلا، واحد ما عنده راحلة. اما هو يمشي على رجليه. اجى ليه سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص طبعا ليه قال له سيدي اخر انت تمشي ماشي، الناس من يشوفوك انت ابن رسول الله يمشون، ما حد يبقى راكب على راحلة، انت راح تحرج الناس، ابتعد يو تلزم طريق غير الطريق هذا الاعظم يو تركب. قال لا ابتعد، لان احب ان اروح الى بيت ربي ماشي على قدمي. حج 25 حجة والنجائب تقاد بين يديه، كانت النجائب تقاد بين يديه. طيب يأتي اذا دخل الى البيت، بمجرد ان يدخل تبدو عليه تلك الاثار، الانقطاع، الذوبان في الله عز وجل، اخلاق الرسول صلى الله عليه وآله في هديه وخلقه وسيرته كانت واضحة، كانت اخلاقه. حج 25 حج، خرج لله من امواله مرتين، شاطر الله بامواله 3 مرات. نبه لي، هاي اخلاق النبي، مو يعبرون عن المؤرخين كان يباري السحاب المرسلة جودا وكرما. هكذا كان الامام الحسن، اليوم اعطى الى بعض الشعراء طعم 50,000 درهم، قام لواحد قال له هذا هو الغرم، هذا الخسارة الضياع. قال الامام بالعكس، هذا هو الغن، وخير المال ما وقي به العرض. انا الان في بيت الله وذولا قاصديني. والامام الحسن كان يروي حديث كما نقله عنه الدولابي في مسنده، اذا سألك سائل فلا ترده الا بما سأل او بكلمة طيبة. فهذا سأل، اجا وسأله وقال له انا في بيت الله في وقت العطاء، الناس تنتظر العطاء من الله، وما جميع ما عندنا من الله، وذول اصحاب عوائلي واجوني ومدحوا وتفضل اعطاهم. قال له هذا هو الغنم، هذا مو الغرم، مو خسارة، لا تعد ما انفقت في سبيل الله غرما بل غنم. بتأمل اخلاق الرسول، اذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمشك واحد من رقبته حتى يأثر عنق الثوب في عنق الامام وفي عنق النبي صلى الله عليه وآله، ويقول له اعدل يا محمد، والنبي يعطيه. نفس الاخلاق حملها الامام الحسن. شلون يحملها نفس الاخلاق؟ ابن ابي عتيق يطوب يمدح الامام في مسجد رسول الله، من يطلع وياه يمسك بزمام البغلة، والبغلة انا ذاك تشاوي مبلغ، منو دافع يا مروان؟ قال له اريدها هاي انا البغلة. جن رأسا يعرف الامام منو هذا ومنو وراءه، لكن عندما يمسك يقول له حاجتك، يقول له حاجتي ركوب هذه. قال له تفضل خذها بزمامها، وهو يعرف المن راح يعطيها، يعرف المن راح يعطيها، لان هؤلاء في واقع الامر كانوا مع اعدائهم قد يكونون اشد واكثر لطفا مع الد اعدائهم. تأمل، احنا نعرف اكو اناس كانوا يتقربون الى الله بشتمهم، وكان يوصلهم العطاء الى بيوتهم، وبالذات من الامام الحسن سلام الله عليه، لان جميع ما كان يرد عليه كان يوزع. تأمل اخلاق الرسول نفسه، نفس السماحة، الشجاحة بالخلق، الكرم، اللطف،
الانقطاع الى الله، العبادة، صلة الناس، البشاشة، كلها يحملها الامام الحسن، وهي نسخة من اخلاق جده. ويعني لما نجي لها الوصفة اللي ذكرها المؤرخين، اشبه رسول الله جده خلقا وخلقا ومنطقا، خلقا اشبه لان كانت ملامح ملامح الرسول، وخلقا اللي ذكرت لك اياها، ومنطق كان يفرق عن لسان رسول الله اذا نطق. اذا الولادة اللي نشير الها ما نعنى بالولادة اللي هي ملاكها الدم، الارتباط الدموي، لا لا ابدا. مو البعض قد يقول ما اكثر من ينتمي لهالشجرة، ليش تصعبين عنايتكم على افراد؟ لا، احنا ما ملاحظين بالافراد انهم ينتمون الى النبي مجرد انتماء بالدم، لا، وانما ملاحظين ان هؤلاء امتدادها، امتداد الطبيعي. شلون امتداد الطبيعي؟ لما يوقف رسول الله يأكد هالحقيقة، شي قررها، اني مخلف فيكم الثقلين، حبل ممدود من السماء الى الارض كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 83 طريق تروي هذا الحديث، ها؟ ويجيك فد واحد رقيع قبل يومين صاير يقول هذا اصلا ما الى صحة، هذا الحديث ما الى صحة بالمرة. نعم، ممن قاءهم الدهر في ايامهم الاخيرة. وطبعا احنا بليتنا هسه يمر علينا خلال البحث، بليتنا بانماط شاذة عن المزاج الاسلامي، في الواقع شاذة هاي.